السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نواصل الفيديوهات حول ما يسمى بالغنوصية أو الفطرة، وسوف نتكلم في هذه الفيديو حول ظهور الكون على حسب المعتقدات الفطرية الإنسانية القديمة جدا، والتي هي موروثة في داخل كل إنسان، وأنتجت كل هذه المعتقدات والأديان الموجودة. الإنسان في الأول عندما أصبح لديه نوع من الوعي بوجوده، توجه أول ما توجه إلى ذاته الداخلية، وخاصة عندما كان يعيش في الكهوف والمغارات، فوجد في داخله إحساس قوي ليس له حدود، يفوق العالم المادي الذي هو موجود فيه والذي يعيش فيه مع حيوانات ويتصارع معها من أجل البقاء. هذه المقارنة بين ما هو داخله وما هو خارجه جعله يعي أن هناك عالمين، عالم الخيال وعالم الحقيقة، عالم العدم وعالم الوجود. على حسب هذا الفهم أو هذا الوعي، بدأ الإنسان يقارن الأشياء ببعضها، ومن هنا بدأ ينمو عنده الوعي لفهم ما يسمى بالعالم الخارجي، فطبق ما قارن بين داخله وخارجه في الخارج على أساس الإزدواجية المعكوسة، ففهم إن العالم الخارجي متنوع، وهذا التنوع وجده في داخله، فكل شيء يراه في الخارج يرسم له صورة في الداخل، وكأنه يتعرف عليه ويعي. وهكذا فهم إن كل ما هو موجود في الخارج موجود في داخله، وفهم أيضا إن هناك أشياء موجودة في داخله لا يراها في الخارج، فذهب يبحث عنها من حوله، بل ذهب إلى النظر إلى فوق وإلى السماء لكي يجد لها وجود. ولكن هناك من وجد له وجود، وهناك ما لم يجد له وجود، وهذه المقارنة جعلت الإنسان أكثر وعي وأكثر معرفة بكل ما هو حوله، فوقعت عنده الرغبة للمعرفة والتعرف على الأشياء. وهنا بدأ يظهر ما نطلق عليه الإنسان العاقل. نعم، قبل أن يظهر الإنسان العاقل ظهر الإنسان الذي له إحساس قوي بدون كلام، وإنما يتعرف على الأشياء ويحسها في داخله. طبعا الإنسان قبل أن يصل إلى مرحلة الحس وتطوير الحس، فهو طور حركة الجسد وأصبح يتنقل ويمشي على رجلين ويستعمل يديه وكل حواسه الخمسة للتعامل مع ما هو خارجه. ما نطلق عليه تطور حركة الجسم الإنساني. وقبل أن يطور حركة الجسم الإنساني طور الجسم بذاته. صحيح إن التطور الجسمي كانت مشاركة فيها الطبيعة بدون وعي إنساني، ونتيجة ظروف وعوامل أحاطت بالإنسان أوصلته إلى درجة إنه أصبح يمكن له أن يطور حركاته، وبالفعل طورها إلى أن وصل إلى مرحلة الإحساس ثم إلى مرحلة العقل. إذن فقد مر بأربع مراحل: تطور الجسم،
تطور الحركة، تطور الإحساس، تطور العقل. ولو نأخذ أي إنسان اليوم سوف نجد نفس العملية تقع لأي إنسان. يتكون الجسد في بطن الأم دون إرادة. الإنسان تكون وتطور جسميا في الطبيعة بدون إرادة، ثم يولد الإنسان فيمر عليه تقريبا سنة يتعلم كيف يحرك جسده. وهذا ما وقع للإنسان، إنه عندما ولد من الطبيعة تعلم كيف يحرك جسده، ثم في السنة الثانية يتعلم يعي الأشياء ويحصل له الإحساس. وهكذا الإنسان بعد أن تعلم أن يتحرك بدأ يتطور عنده الإحساس، ثم في السنة الثالثة يتعلم النطق ويطور العقل. وهكذا الإنسان بعد أن عرف الحس بدأ في مرحلة التعقل وظهور الإنسان العاقل. نفس العملية، وهذه العملية هي نفسها وقعت للوجود على حسب المعتقد الفطري الغنوصي. كما تعلمون أن الغنوصية أو الحس الفطري يؤمن بأننا من رحم الوجود، وإن الوجود من رحم العدم، وإن هذه العملية هي نفسها تتكرر أزليا ولكن تعطي أشكال مختلفة. وهذا ما سوف نتكلم عنه في هذه الفيديو حول ما يسمى ظهور الوجود على حسب الفطرة الإنسانية الأولى. ولادة الإنسان بألم وبتضحية الأم لكي تجعله في هذا الوجود، وولادة الوجود كان عن طريق انفجار كبير ضحى بنفسه من أجل أن يكون هذا الوجود. أتركنا نتابع نقطة نقطة كيف تمت العملية على حسب التصور الفطري. طبعا لا تأخذ ما أقول على أنه حقيقة مطلقة، وإنما مجرد تصور وتخمين انطلاق من الملاحظة ومن الواقع. وأدري أن العملية ليس سهلة الفهم، وأحاول أن أضع أمثلة ورسوم تقريبية لفهم ما أقول بغض النظر على أنه صحيح أم خطأ. انطلاق من المعلوم لفهم ما هو غير معلوم. تحرك الإنسان في داخله فحس ووعى وفكر وعلم أن هناك شيء موجود في داخله غير محدود في اللا مكان واللا زمان. بهذا الشيء الذي وعاه في داخله وعن طريق الجسم والحواس الخمسة نظر إلى الخارج، فوجد الأشياء محدودة في المكان والزمان، فأطلق على هذا العالم عالم الوجود وقسمه إلى قسمين. القسم الأول ما يطلق عليه العالم المادي الذي تكون فيه الأشياء محدودة في المكان والزمان. أما العالم الثاني فيطلق عليه عالم ضد المادة، تكون فيه لا مادة غير محدودة في الزمان والمكان لأنها غير مادية، وإنما هي ضد المادة ولكن موجودة. طبعا هنا يجب الانتباه جيدا للمصطلحات المستعملة من أجل أن نفهم جيدا ماذا تقول الفطرة أو الغنوصية. نحن هنا لا نتكلم عن الكون، وإنما نتكلم عن الوجود. والكون ما هو إلا جزء ضئيل
من عالم الوجود. إذن عندما أقول العالم المادي هو الذي مقصود به الكون، وهو ليس مجال بحثنا هنا، وإنما هو مجال بحث العلم التجريبي الذي يقوم على ميزان علمي وأدوات علمية دقيقة. وعندما أقول ضد المادة لا أقصد ضد المادة المستعملة في الفيزياء حديثا الذي يطلق عليها المادة المضادة، وإنما أقصد الصورة المادية المعكوسة قبل أن تظهر ماديا. حسب هذه المعتقدات كانت الموجودات موجودة عكسيا، أي صورتها أو عكسها، وهذا ما سوف نفهمه في هذه الفيديو باستعمال الأعداد، ونفهم كيف ظهرت فكرة الأعداد. ومن هنا بدأ الإنسان كل ما يشاهده بحواسه الخمسة يطلق عليه العالم المادي، العالم الحقيقي، العالم الإيجابي، ويعتبر بدايته في الأعداد هو الواحد، وفي الأشكال هو النقطة، وفي الحروف هو الألف، واعتبره الظاهر والخارج والمخلوق وكل ما هو إيجابي وكل ما هو مذكر وكل ما هو خير في عالم الوجود. حسب المعتقد الفطري انطلق هذا العالم المادي من نقطة هي التي أوجدته. هذه النقطة هي ما تصورتها الأديان الرب، أو ما قالت عنها الديانات الإبراهيمية الخالق، أو ما قالت عنها الديانات الفيدية إبراهما الأول الذي ضحى بنفسه من أجل وجود هذا العالم، أو المظهر عن طريق الانفجار أو التضحية أو الانتحار كما تقول الغنوصية، أدت إلى ظهور الأعداد اللانهائية الإيجابية التي هي بدورها الأشياء الموجودة في عالم المادة وعالم الوجود ومنهم الإنسان. وأطلق على الصورة العكسية التي موجودة في الداخل إنها ضد المادة أو الوعي الحسي بالمادة، وهذه أعطاها الأعداد السلبية، واللا نقطة واللا حرف واللا نطق والصمت الداخلي والمؤنث والسلبي، واعتبرها موازية للمادة ولب المادة وجوهر الأشياء وعين الأشياء، فكل شيء موجود مادي إلا وله عكسه فيما يسمى ضد المادة في داخل الأشياء. وهذا بدوره انطلق من النقطة الأولى الواحدة التي كان يعتبرها مزدوجة. هذا عالم الوجود، مادة وضد مادة، شيء وعكسه، وكلاهما موجود وانطلق معا من البداية، من النقطة التي تحتوي على المادة وضد المادة، انفجرت وتشتتت وأظهرت هذا الوجود. ولكن السؤال الذي يطرح، هذه النقطة من أظهرها لكي تعطي المادة وضد المادة؟ هذه النقطة ظهرت أو أظهرها العدم في فراغ دائري، فهي نقطة وسط داخل دائرة انفجرت وكونت الوجود. هذه الدائرة الوجودية ظهرت داخل مربع عدمي، إحدى مربعات العدم. السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو العدم؟ الجواب، العدم هو عكس الوجود، أي اللا وجود، أي هو غير موجود بالنسبة للوجود ولكن موجود بالنسبة لنفسه، مثل صورة الشجرة في داخلك، وإن كانت الشجرة ليس لها وجود فعليا،
هذا من أجل تقريب الفكرة لفهم العدم. الإزدواجية الموجودة في عالم الوجود انطلقت من عالم العدم، حيث كان في عالم العدم إزدواجية يطلق عليها اللا مادة واللا حس، هي نفسها التي نجدها في عالم الوجود، المادة وضد المادة التي مقصود بها الحس، ووصلت إلى نقطة معينة وازدوجت ازدواج كلي وأدت إلى الانفجار ذلك من أجل ظهور الوجود. والسؤال الثاني، كيف تمكن العدم اللاماتي واللاحسي من إظهار النقطة التي أدت إلى الوجود؟ في الوهلة الأولى يظهر الجواب على هذا السؤال صعب بل مستحيل، ولكن لو فهمت إن الأمر هو معكوس ونحن في عالم الوجود مجرد عكس لعالم العدم، سوف نفهم كيف تم الأمر. عندما تعكس كل ما حدث في عالم الوجود سوف تفهم عالم العدم. إذن نحن نعلم على حسب هذا المعتقد إن الوجود ظهر نتيجة انفجار نقطة، إذن نفهم إن في عالم العدم تم التركيز لظهور النقطة، عكس الانفجار هو التركيز، مثل عكس التشتت هو الانقباض. إذن في العدم وقع نوعا ما انقباض وتركيز أدى إلى ظهور النقطة، ثم هذه النقطة انفجرت وأوجدت هذا الوجود. تلاحظ هنا إن التخمين أو التصور الفطري الغنوصي لم يتكلم أبدا عن الرب، وإنما تكلم عن أشياء موجودة في هذا الوجود كانت مركزة في نقطة كلها وانفجرت وأدى إلى ظهورها في عالم الوجود متنوعة، وقبل أن تتركز في نقطة كانت مشتتة في عالم العدم كلها، ثم تركزت في نقطة كما تشاهدون في الصورة. كل شيء موجود هو أزل الوجود، كان له نوع من الوجود في عالم العدم وأصبح له وجود في عالم الوجود. نعرف اللي ياسر توا قاعدين يسبوا فيا ويلعنوا فيا ويقولوا لي علاش دخل فينا في هذه المتاهات. فالذنب ليس ذنبي، أنا أنقل الإحساس البشري وما عرفه الإنسان منذ آلاف بل مئات الآلاف من السنين، والذي يطرق كل واحد فينا توا يطرح ألف سؤال ويتساءل من فين جيت، علاش موجود، وغيرها من الأسئلة، وما يعرفش علاش يطرح هذه الأسئلة. إذن يطرح هذه الأسئلة لأن أجداده أجداد أجداده أجداد أجداده فكروا في هذه المواضيع وقارنوا داخلهم بخارجهم وحاولوا باش يلقاو إجابات. هذا الشيء تناقل لنا في اللاشعور متاعنا، وعندما تفهم القاعدة اللي قام عليها هذا التفكير والأسباب التي أدت إلى هذا التفكير، سوف تعرف إن الأسئلة اللي تسأل فيها الوجودية الكل هي مزروعة فيك ومنقولة ليك من أجدادك. ولهذا كي تفهم هذا الشيء تعرف اللي هذه الأسئلة هذا هو مصدرها، وهكاك يمكن ترتاح نفسيا وتعرف اللي هذه الأسئلة هي طبيعة فطرية في داخل كل إنسان، يكفي أن تنتبه وتشوف وتعرف وتلقى الإجابات اللي تساعدك أنت في العصر اللي أنت موجود فيه وفي الوقت اللي أنت موجود فيه وعلى حسب المعرفة اللي أنت كسبتها في الدنيا هذه. تقريبا وصلنا إلى نهاية الفيديو حول ظهور الوجود المكون من المادة وضد المادة أو عكس المادة الذي هو الحس، وهذا الوجود هو عكس العدم
الذي بدوره متكون من عكسين اللا مادة واللا حس، وهذا ليس بطريقة تسلسلية كما نتصور، وإنما تراكمية عن طريق الظهور المتتالي وخروج العناصر من بعضها، ويبقى العنصر السابق قاعدة للعنصر الذي بعده وركيزة يرتكز عليها، بحيث إن في العالم الوجود في الحقيقة عندنا 4 عناصر: العنصرين السابقين اللذين في عالم العدم، والعنصرين الجديدين الذي ظهروا في عالم الوجود. والآن نحاول أن نفهم هذه العناصر وتسلسل ظهورها من العدم إلى الوجود، وهل هم بالفعل 4 عناصر؟ إذا تابع معي بكل بطء العملية من أول العدم إلى الوجود وظهور الإنسان الذي وعى هذه الأمور أو تصور أو تخيل هذه الأمور. تقول الفطرة أو الغنوصية: قبل البدء كانت اللامادة العدم المطلق واجب الوجود، ليس في حاجة لمن أوجدها لأنها لا وجود، يطلق عليها الكنز المخفي قبل كل شيء، الأصل الأصيل، قارة لا حركة ولا لا حركة، تجمع النقيضين بل تجمع كل التناقضات الأزلية. هذه المرحلة الأبدية لا يمكن للعقل أو الحس الإنساني أن يذهب أكثر منها لرؤية ما هو قبلها، فهي بداية العدم، العدم المطلق الذي كان الانطلاقة لظهور العدم الذي بدوره أدى إلى ظهور الوجود. الغنوصية أو الفطرة لا تذهب أبعد من هذه المرحلة، ولكن لا تقول شيء عن قبل هذه المرحلة ولا تتكلم عنها، لأن تعتبرها خارج الوعي الإنساني وخارج العقل الإنساني. كانت في نظام دقيق متوازي متساوي، لا حركة لا حس لا عقل لا مادة لا أزلية لا زمان لا مكان لا شيء، عدم مطلق كليا قبل البدء، حالة قارة كما تشاهدون في الصورة التشبيهية أو التقريبية، أصل الوجود صمت لا شيء. نكتفي بهذا القدر في هذه الفيديو، وفي الفيديو القادم نتابع بتسلسل ماذا حدث من هذه الحالة إلى أن ظهر العدم الذي أدى إلى ظهور الوجود. شكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلام.